ابقى معي جاسم الهميم من كربلاء لمتابعة الاستعدادات لإحياء هذه الذكرى. مرحبا بك يا جاسم. ربما زيارة هذا العام تختلف عن العامين الماضيين بحكم رفع القيود التي تسببت بها جائحة كورونا. كيف استعدت كربلاء لاستقبال هذه الزيارة؟ نعم، أهلا بك. بالحقيقة كما تفضلت أنه هذه الزيارة تختلف عن العامين تسمعوني السابقين جاسم؟ داخل محافظة كربلاء. نعم أسمعك. ألو، نعم أسمعك. طيب، لا أدري إن سمعت السؤال لكن أعيده باختصار. استعدادات المحافظة لإحياء هذه الزيارة. نعم، بالحقيقة كما تفضلت أنه هذه الزيارة و تفاصيلها تختلف عن الزيارات العامين السابقين. فجائحة كورونا رجعت المصاب لهذه الزيارة، كان هناك أعداد قليلة من الزائرين يتواجدون داخل محافظة كربلاء بسبب الإجراءات الصحية. اليوم المحافظة مستعدة على قدم وساق من الجوانب الصحية والخدمية والأمنية. جميع المطارز منتشرة على مفترقات الطرق الداخلة والخارجة، القوات الأمنية منتشرة ولديها عمليات استباقية في صحراء كربلاء وفي الأقضية والنواحي المتجهة داخل محافظة كربلاء المقدسة. الصحة مطارزها منتشرة، وأيضا هناك دوريات في هذا الموضوع، فتح مطارز طبية على السيطرات الداخلة داخل محافظة كربلاء، توزيع سيارات الإسعاف المنتشرة على مفترقات الطرق أيضا في حال حصول أي يعني مشكلة معينة لأحد الزائرين. هناك أيضا مراكز للتوجيهات الدينية فيما يخص أي مسائل شرعية منتشرة على مفترقات الطرق. أي هناك فرق جوالة من منظمات المجتمع المدني للتوعية الصحية، وأيضا بنشر مفارز خاصة بالتوعية على النظافة والترتيب والأمان. إضافة إلى ذلك هناك مفارز من الشرطة المجتمعية منتشرة في داخل محافظة كربلاء. الجهد الأمني والاستخباراتي، هناك فرق كثيرة أيضا باشتراك من قوة الحج الشعبي منتشرة على مفترقات الطرق. قيادة العمليات في داخل محافظة كربلاء تعمل على قدم وساق لمسح الطرق. هذه الخطة جميعا بإشراف وزير الداخلية. الفريق الغانمي موجود في محافظة كربلاء منذ يعني يومين، وهو يطلع بصورة مباشرة على القطاعات الأمنية وعلى سير الخطة وعلى الجهد الأمني والاستخباراتي. إضافة إلى ذلك العمليات السباقية اللي قام بها قبل موسم الزيارة. فوق هذا المواكب الحسينية منتشرة في كل مداخل محافظة كربلاء، بلغت أكثر من 1000 موكب منتشر داخل المدينة لتقديم الأكل والطعام والملبس والمشرب والمبيت أيضا لكافة الزائرين. فكربلاء لحد هذه اللحظة هي مستعدة وبصورة كبيرة جدا. اختلفت هذه الزيارة ومنذ اليوم الرابع على ذروة الزيارة، فهذا يختلف منذ عامين. فالعامين السابقين كانت في يوم 10 من محرم والتاسع من محرم كان هناك زخم بعض الشيء، ولكن هذه الزيارة من يوم الرابع والثالث بدأت هناك جحافل المعزين والزائرين يتوافدون داخل محافظة كربلاء. هناك أعداد كبيرة جدا، ونحن ننتظر الجهات الحكومية بتزويدنا بإحصائية خاصة بأعداد الزائرين لهذه السنة، وهم سيضعون خطة ميدانية محكمة لاستقبال أيضا زيارة 40. وكل هذه التفاصيل تجري على قدم وساق. الجهد البلدي قد لا يسعنا التكلم عن هذا الموضوع، ولكن هناك العديد من الفرق والعاملين والموظفين داخل محافظة كربلاء يعملون بجهد على رفع النفايات يوميا. آلاف الأطنان لحد هذه اللحظة يعني رفعت ورميت بالأماكن المخصصة لها. قبل هذا الموسم، موسم الزيارة، كان هناك حملة تنظيف كبيرة داخل محافظة كربلاء لجعلها بصورة بهية لاستقبال الزائرين الوافدين داخل المحافظة، طيب. وهي تعمل بشكل يومي ومستمر. إذا ما قبل الجهد تحدثنا عن البلدي، الزائرين الوافدين، لكن من الزائرين الأجانب يا جاسم، ماذا بهذا الخصوص؟ هل فتحت الحدود على مصراعيها أم ستقنن هذه العملية وتكون هناك أعداد محسوبة ربما تدخل من الخارج؟ لحد هذه اللحظة الحدود لن تفتح على مصراعيها بالنسبة للزوار الأجانب. فهناك زوار من يعني دولة لبنان ومن إيران ومن بعض يعني الدول القريبة على دولة العراق.
وايضا بالتالي انه اهالي محافظه كربلاء يطالبون الحكومه المركزيه والمحليه بدفع دولار على دخول الزائرين حتى تستخدم هذه الاموال لدعم واعمار محافظه كربلاء، وهم لا يتمنون ان تكون هناك دوله عراقيه تفتح ابوابها لاستقبال هذا العدد الكبير بدون ما يكون هناك يعني رسوم لدعم وأعمار المحافظات المعنية بهذه الزيارات، فكون محافظات فقيرة لم تخصص لها أموال كافية لاستقبال هكذا أعداد من الزائرين، وكل سنة يقع هناك العديد من المشاكل بسبب هذا الموضوع، ضيق الطرق وأيضا استقبال الزائرين والبنى التحتية والفنادق والمنشآت الخاصة باستقبال الزائرين. فكان لنا وقفة على هذا الموضوع، فأهالي محافظة كربلاء بالوقت اللي طالبوا به سابقا والآن بتفعيل الزائر دولار وتخصيص هذه الأموال لمحافظتي أو ثلاث محافظات اللي هي محافظة بغداد ومحافظة النجف الأشرق كربلاء. ومحافظة كربلاء، وبالخصوص داخل محافظة كربلاء كون هذه الأموال هم هذه المحافظات الحقية لهم بأعمار محافظاتهم واستقبال أعداد كبيرة من الزائرين سنويا تصل إلى أكثر من 50 إلى 60 مليون سنويا من الزائرين يتوافدون إلى محافظات اللي موجود بها لأم المعصومين داخل العراق. من كربلاء كنت معي مراسلنا جاسم لهميم، شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات.